قلت نهضر الاحتكاك نعاودوا للاحتكاك لعبنا قدرنا 5 مباريات يعني تحضيريه. نظن بلي هذه هي تجربه، تجربه هذه المباراه تدخل في تجربه اللاعبين يزدوا يستخلصوا منها دروس. وصراحه الكلام تاعي كما قلت في بعد دخولنا لغرفه الملابس يعني عاودنا ونسيرو موتيفي كاع الجروب. داير نشكر مام المديريه الفنيه ورئيس الاتحاد اللي دخل وتجاوب معنا وزاد شجعنا، قالنا بلي مازال لقاء اخر يعني كل الناس راهي معنا وان شاء الله لقاء ثالث نسترجعوا كما يقولوا نفوسنا ونتاهلوا للدور المقبل ان شاء الله.